ننتقل لفقرتنا الأخيرة مع عالم الطب. أكيد نور، فقرتنا جدا مهمة وأكيد رح نتطرق فيها لعدة مواضيع بتلامس دائما كل الناس. مساحتنا اليوم رح نتوقف فيها مع ورشة عمل أيضا حول استراتيجيات تشخيص وعلاج الصرع التي عقدت في مشفى دمشق برعاية وزارة الصحة، وأقامتها الرابطة السورية للعلوم العصبية بالتعاون مع المجلس العلمي للأمراض العصبية ومستشفى كلية الطب في باريس. أكيد فرح، تضمنت الفعالية العديد من المحاضرات العملية والعلمية. نحكي أكثر عن هي الورشة. معنا الدكتور أنس جوهر، رئيس رابطة العلوم العصبية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. صباح الخير، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور مرة ثانية وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عم نحكي عن مرض الصرع، خلينا نقول ندوة كاملة حكيتوا عنها، شو هي أهم المحاور اللي تناولتوها وحاولتوا التركيز عليها؟ هلا بداية، مرض الصرع هو مرض بصراحة معروف منذ القدم. يعني بالبداية كان يعتقد أن الشخص المصاب بالصرع هو شخص ممسوس أو ملعون قبل هيك، فدائما كان هالمرض الشخص اللي ينصاب فيه هو عبارة عن ستيغما لهالشخص، له سابقا حتى يصير عزلة اجتماعية له. هلا الورشة هي طبعا كانت مع الأطباء، بس ركزت على نواحي عملية لحتى نعرف المريض كيف بالبداية، كيف بدنا نعرف المريض بالمرض تبعه، كيف هو بده يتقبل المرض تبعه لحتى يصير في مطاوعة ويتقبل العلاج اللي بده ياخده، ليصير فعلا مريض أو إنسان طبيعي مثله مثل أي مريض تاني. دائما أنا بقول لمرضى الصرع أنه أنت إنسان طبيعي، ما مثلك مثل مريض الضغط ومريض السكر. مريض السكر ما بفكر إلا بحبة السكر الصبح لما فيه، والضغط نفس الشيء. كمان مريض الصرع بده يعيش حياته طبيعية وياخذ دواء. فالخطوة الأولى أو الشغلة الأولى اللي كانت بهالورشة هي أنه بحثنا مع الأطباء وقدمنا لهم كيف بدنا نقارب المريض وكيف بدنا نقول له أنه هذا المرض أنت لازم تتعايش معه وتعيش حياتك بشكل طبيعي بدون أي مشاكل تانية. هلأ الندبة هي أو الورشة هي بالأحرى، الشيء اللي تناولناه فيه كمان تصنيف الحديث للصرع. الصرع يعني بلش تصنيف من سنة 1969 وكان يتطور، بالثمانينات تطور بشكل مذهل. هلا سنة 2014 صار في الاتحاد العالمي ضد الصرع وضع تعريف جديد لهالمرض هذا، بناء عليه سنة 2017 صار في تصنيف جديد. فيعني عمليا أطباء الأعصاب كل تصنيف اللي تعلمناه واللي تعلموه خلال الفترة السابقة خلال السنوات السابقة كله تغير أو صار في تعديل عليه بالأحرى. فهذا كان المحور الأول. المحور الثاني بالورشة العمل كان أنه كيف وسائل تشخيصية، من تخطيط دماغ، من تصوير الدماغ، كيف نشخص المريض لحتى نحطه بالتصنيف المناسب له وبالتالي يحصل على العلاج المناسب. المحور كمان الثالث بالمؤتمر هو اختيار هالعلاج المناسب للمريض، امتى بنعطيه العلاج وقديش بنستمر بالعلاج وامتى ممكن نوقف العلاج، شو هو العلاج المناسب. طبعا بالاخير كان في عباره عن راوند تيبل، مناقشه لحالات عمليه لظروف معينه ممكن لها علاقه بمريض الصرع بتهم كل طبيب، كلياتنا بنشوفها بالعياداتنا بالمشافينا. صحيح. لما بنتعامل مع مريض الصرع. واشرت لنقطه مهمه دكتور، يعني انه بالاخير هي الورشه مهمه، تناولت عده محاور لمواكبه اخر التطورات العلميه بما يخص مرض الصرع. خلينا نحكي عن هي الاهميه اليوم لهي الورشات، لانه نحن بنعرف انه الصرع هو مرض يعني حسب درجاته المريض بده يتاقلم معه، بس مواكبه التطور العلمي لهيدا الموضوع لنقدر نسيطر على هذا المرض، قديش العلاج الدوائي ممكن ينظم هيدا المرض لدى المريض، لانه ضمن حالات متعدده بيكون. تمام. هلا مثل ما حكينا نحن لما بصير في فهم جيد ونصنف المريض تصنيف جيد وصحيح، هون بزيد احتماليه انه نحن يكون اختيارنا للعلاج هو العلاج المناسب. لما بنختار العلاج المناسب للمريض حيحقق ضبط جيد للمرض. المريض اذا انضبطت النواب وما عادت اجته، ففعلا نحن حققنا الهدف اللي بدنا اياه، فعلا صار هو انسان منتج، انسان طبيعي ما بخاف يطلع على شغله، ما بخاف يشتغل اي شغل معين، بيعيش حياته، بيروح على جامعته، على مدرسته الى اخره، ما بيكون فيها القلق والخوف ببدايه المرض. اذا مضت فتره 6 أشهر ولا سنه والمريض ولا حاله بعد العلاج صارت معه، اكيد هذا بيعطي طمانينه للمريض انه يرجع لحياته الطبيعيه، طبعا مع بعض التعديلات اللي دائما بننبه مريض الصرع انه ينتبه عليها. فهي الغايه من الورشه كانت انه شو هالتطورات، شو في افكار جديده، مفاهيم جديده بالتدبير،
بالتشخيص، امتى بدنا نوقف الدواء، مواضيع كثير مهمه لنا لحتى يعني كلياتنا نعرفها بمستوى معين بحد الصحيح، بحيث انه المريض يروح على اي عياده، يروح على اي مشفى يلاقي نفس الجواب، يكون مطمئن. طبعا بتعرفي مريضنا ايام بيحب ياخذ اكثر من راي، فلما بيكونوا رايين مختلفين هذا بضيع مريضنا. بهالندوات وهالورشات الغايه منها انه يصير في ستاندرايزيشن معين، يعني كل الاطباء بسويه جيده واحده، بالتالي على بكون اطلاع المريض دائم تماما، بكون المريض مطمئن لما بفوت عن طبيب او الثاني ولقى الجواب ذاته بيرتاح انه هذا العلاج تبعه هو ماشي بالخط الصحيح. وقد ايه مهم كمان دكتور تبادل الخبرات بين اذا قلنا بين مشفى ومشفى، بين طبيب وبين اخر، قد ايه مهم هي القصه؟ هلا الفكره نحن ورشه العمل هي عقدت بمشفى دمشق، بس شاركت فيها كل مشافي مو بس بدمشق، حتى بالمحافظات الثانيه. كان في كمان اطباء من مشفى البيتيسا بكتيريا باريس كمان مهمين بهالمجال هذا، شاركونا كمان بالمحاضرات وبورك شوب اللي عقدنا. هلا دائما في شغلات يعني ما فيها جايد لاين، ما فيها قواعد، تمام. فنحن لما بصير في لقاء، بصير في نقاش، امور اساسا خلافيه، يعني ما فينا نقول 1+1=2، بس من الخبرات كل شخص، كل طبيب بيطرح خبراته بهالموضوع هذا، فممكن نوصل فعلا لقرار او لرؤيه واضحه كيف بدنا نتوجه مع المريض وكيف بدنا ندبر المريض. دكتور انس، خلينا نحكي عن نشاطات رابطه العلوم العصبيه السوريه، شو هي اخر النشاطات اللي عم تقوموا فيها حاليا؟ هلا اخر نشاطات امبارح كان ورشه العمل، خلال التحضيرات القادمه، خلال شهر 10 في عنا مؤتمر بمدينه اللاذقيه. هالمؤتمر حيكون محور الاساسي له هو طب العنايه المشدده العصبيه، كثير مهم هذا، كثير من مرضانا ممكن يحتاجوا العنايه المشدده، ففي لهم تدبير خاص يختلف عن باقي المرضى. هذا المحور يوم كامل عن هالموضوع هذا، وفي يوم عن المفاهيم الجديده للصداع. الصداع صار في مفاهيم جديده متطوره مختلفه كليا عن المفاهيم السابقه بالشقيقه، بالصداع العنقودي. كانت الآليات هي آليات بسيطة المفهومة الوعائية، هلا كلها آليات مناعية، فحيكون في تركيز على هالآليات هي باليوم الثاني لمؤتمر رابطتنا السنوية اللي حيكون باللاذقية مثل ما قلت بشهر 10/10/10. نعم. يعني دكتور جهود فعلا خلينا نقول جبارة من قبل جميع الأطباء وجميع المشافي أيضا، وحتى بتأمين الأدوية وحتى بمداوات الناس. بدنا نقول لك شكرا لك كثير على وجودك معنا، ونتمنى دائما هاي الورشات تكون موجودة ويكون في هذا البحث العلمي وتبادل الخبرات موجود أيضا. شكرا لكم، ونتمنى دائما يكون يعني نحن الهدف من الرابطة أو غايتنا بالرابطة أنه كل سنة يكون أدائنا والتعليم الطبي المستمر افضل من السنه، خصوصا رابطه العلوم العصبيه، لانه بالفتره الاخيره عم تشوف يمكن كثير من الامراض العصبيه عم تنتشر بشكل كثير كبير بسن مبكر عند الشباب. فيمكن في مجهود كثير كبير ومضاعف بالنسبه لكم عم يكون. تمام. هو تطور وسائل التشخيص وتطور الفهم ومعايير التشخيص هو اللي بيخلينا نشخص المرض اكثر. هو اكيد المرض موجود قبل، ولكن تطور الوسائل وتطور المفاهيم وزياده خبره الاطباء ومهاراتهم اكيد هذا بيساعد على زيادة التشخيص الصحيح. أكيد نتشكرك الدكتور أنس جوهر رئيس رابطة العلوم العصبية السورية على وجودك معنا، وأكيد نتمنى لكم التوفيق بجميع فعالياتكم القادمة. شكرا كثير لك. شكرا لكم يا دكتور. شكرا لك دكتور.